أهلا أم أحمد، أنت معانا على الهوا؟ أهلا، سامعيني كده؟ أيوة سامعين. أنا بحاول أهلا أكلمك وسهلا كتير. أم أحمد، إحنا بنرحب فيك لبرنامج ليكن نور. أهلا وسهلا، المسيح معاكم كلكم. الرب يباركك. أم أحمد، أنا عندي عاوز أسألك، طبعا أنت عابرة للمسيح. أيوة، نشكر الرب. احكي لي أول مرة قبل ما تكوني عابرة، لما كنت تسمعي كلمة الإنجيل، كيف كانت بالنسبة لمفهوم الكلمة بالنسبة إليك؟ وبعد ما آمنت بالمسيح، إيه هو مفهوم الإنجيل إليك حالياً؟ طيب، سلام المسيح على قلوبكم، ربنا يتكلم على لساني ويبعد الشيطان، لان احنا عمالة اتصل بكتير والشيطان يقطع المكالمة. وانا قبل المسيح كان اي حد يقول قدامنا انجيل اول حاجة تيجي في بالي الكفر، تحريف، الظلم، ان ده كتاب ظالم، ظلم اهله، ظلم الناس اللي متبعينه في ان هو بيضللهم. اول حاجة كانت تيجي في دماغنا هو التضليل والتحريف. ولما قبلت الرب يسوع المسيح من كل قلبي، وأول ما بدأت أقرأ حسيت إن هو ده أصل الحياة، هو ده الأصل اللي جاي من عند الله حقيقي، اللي ما فيهوش تزييف، هو كتاب الحياة، أعطانا حياة، أعطانا نور. بعد ما آمنت بالرب يسوع المسيح وبدأت أقرأ الإنجيل، الإنجيل عمل لي أنا حياة، عمل لي طريق أمشي عليه. دلوقتي لو كنوز الدنيا تحت رجلي، عمري ما هسيب الإنجيل، عمري ما هسيب المسيح. عرفت أنا رايحة فين وجاية منين، عرفت إن ليا سند أب أقدر أتكلم معاه ويرد عليا. قبل المسيح كنت أتكلم وأصلي وأقيم الليل وأقرأ سورة البقرة وأقرأ كل الحاجات اللي ممكن تدخلني في علاقة مع الله، وما كانش بيحصل. دلوقتي أنا عندي علاقة حقيقية مع الله، أعرف إزاي أكلم أبويا ويرد عليا، أخد مشورته في حاجة، أطلب منه حكمة ويرد عليا بالفعل. مش مرمية، مش متسابة، عندي قوة، بحس إنها قوة خارقة. يعني أنا بتمنى لو في إيدي إني أبوس على جزم الناس كلها بس تدي لنفسها فرصة علشان تعرف الحقيقة فين، تقرأ بس. أول شيء صدمني لما قريت إن القرآن اللي كنت متخيلة إن هو مفيش زيه وإن هو جاي من عند الله، فما عندنا آية في القرآن بتقول ما ينفعش حد يعمل زي القرآن أبدا أبدا. أول حاجة صدمتني إن أنا لقيت القرآن كله متاخد من العهد القديم، وزود بقى الغزوات والسيرة المحمدية والزواجات. أنا أستفيد بإيه أنا؟ طبعا أنا مش عايزة أدخل في مواضيع تانية، بس هقول حاجة بسيطة جدا. أنا استفدت إيه روحيا لما عرفت إن محمد بميت راجل، أو اتجوز كذا، أو عمل كذا، أو مراتاته كانوا بيتخانقوا عليه والكلام ده؟ أنا إيه اللي حصل؟ إيه النمو اللي حصل لي؟ إيه النمو اللي أنا أخدته؟ إيه الاستفادة من كده؟ لكن أجي عند شخص المسيح ألاقيه جميل رائع، قال لهم من منكم بلا خطية فليرميها بحجر، غطاها، غطى الزانية، الزانية. يعني من وجهة نظر الله المفروض الإله القديم اللي كنت أعرفه دي خلاص ترجم فتموت، لكن هو غطاها واداها فرصة للحياة. هو غطاني واداني فرصة جديدة للحياة، مش أنا وبس، أنا وولادي، أنا وأسرتي، فأنا مدينة ليه. لو فضلت أشكر طول العمر مفيش، مش مكفي. أنا بمشي بركب العربية وألاقي نفسي بقول له فرحان بك وأنا ماشي معاك، من غير ما أحس أنا فرحانة لقاني، مع إني طبعا سبت عيلتي، سبت أهلي، سبت فلوسي، سبت كل ما أملك، طلعت بأولادي بس. أشكر المسيح إني خرجت بأولادي بس، ولكن عندي سعادة وشبع لا مثيل له. أم أحمد، عاوز أوجه سؤال تاني. موضوع الحلقة لست أستحي بإنجيل المسيح، هاي الآية شو بتعني لك؟ كيف أستحي بإنجيل المسيح اللي أعطاني حياة ونور؟ أستحي من إيه؟ أستحي من شخص، لما باجي أتكلم عن شخص المسيح بحس بفخر. فين الخطية؟ في كل الأديان مكتوب إن هو بلا خطية، هو اللي هينزل يدين الآخرين، الناس في الدينونة، لأن هو الوحيد اللي بلا خطية. في كل الأديان في القرآن مكتوب كده، يبقى أستحي من إنجيله إزاي؟ أستحي من إنجيله إزاي؟ وبعدين في نقطة مهمة جدا كانت بالنسبة لي مدخل، إن الإنجيل هو كلام المسيح، كلام الله،
فهو ما استلمش، ما راحش استلم الإنجيل زي ما موسى استلم العهد القديم، ما راحش غار حراء زي ما محمد بيقول واستلم القرآن ونزل عليه الوحي والكلام ده. هو كلامه، كلامه هو اللي إنجيل. فأنا فخورة، إزاي أستحي؟ أستحي إزاي من شخص نظفني واداني نقاء، بقيت ماشي حاسة إن هو جوايا وأنا هيكله، هو ساكن جوايا، بستحي أنا من نفسي إني أعمل أي خطية لأن أنا حاسة إن هو جوايا. فهو ليه هيبة معايا، هو بيديني النقاء والنظافة، إزاي أستحي من كلام الله؟ طيب أم أحمد، يعني أنا يعني فخور كتير فيك أنا فعلا، اللي فخورة بخدمتكم، ربنا يبارككم. ربنا يباركك فعلا. أنت وضحت بجملتين يعني الفكرة، عشان حد يكون يعني مستاء من الفكرة إنه تتوضح الفكرة. ربنا يباركك أم أحمد. تعيش،